القدس إلهنا واحد أمين. أحبائي النهاردة الأربع 30 توت، وده بيوافق تذكار الآية اللي صنعها القديس العظيم البابا أثناسيوس الرسولي. عشان كده قرايات النهاردة كلها بتدور حوالين الراعي الصالح، وهناخد النهاردة الراعي المشجع. هناخد مسيحنا وهو بيشجعنا الراعي المشجع، وإزاي إنه سلم التشجيع دوت لأبائنا إن هم يعيشوا حياة التشجيع ديت. فأول حاجة هناخد إن الراعي المشجع راعي معلم، مش كده وبس، وراعي بيدي الطوبة والتشجيع، وراعي بيدي إكليل البر، بيدي مكافأة. فتعالوا نشوف الكلام الجميل دوت في قراية النهاردة. أول حاجة راعي معلم، يعلم. فنلاقي في الإنجيل يقول إيه؟ يعلم في مجامعهم ويكرز ببشارة الملكوت ويشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. إيه معنى الكلام دوت؟ التعليم مش مجرد كلام بس، ده تعليم وكرازة وشفاء، آيات وعجائب. انتوا عارفين زمان اليهود كانوا يعني بيحبوا الهيكل لدرجة ان عندهم اعتقاد وإيمان ان طالما الهيكل موجود مفيش عدو يقدر يخش عليهم ويهزمهم، واعتبروا ان الهيكل دوت هو القوة اللي بتسندوا عليها. عشان كده ايام السبي وقفوا قدام بابل بشراسة ان هم يعني محدش يجي جنبهم، ولكن لأن عبادتهم كانت عبادة شكلية، نبص نلاقي إن ربنا يسمح إن نبوزردان رئيس الشرطة يخش يحرق المدينة ويكسر الهيكل ويهد السور، وتبقى الدنيا صعبة قوي. طب وبعدين مين يعلم الشعب؟ فابتدوا في السبي يقولوا طالما مفيش هيكل هنعمل إيه؟ ومفيش ذبايح هنعمل إيه؟ فابتدوا يعملوا حاجة اسمها مجامع، يبنوا مجامع كل 10 أشخاص ياخدوا مكان، يبقى فيه زي منجلية كده وفي حاجات بسيطة، ويبتدوا إن هم يفتحوا أصفار الشريعة وأصفار العهد القديم، وابتدوا إن هم يعلموا الشعب. فالمسيح لما المجد دخل مجمعهم بيعمل حاجتين. أول حاجة يعلم، يعني إيه؟ يعني الكلام الموجود يشرحه، الكلام الموجود في أصفار موسى يشرحه. طب يكرز، يكرز دي مختلفة، يكرز دي يعني جاب حاجة جديدة من عنده، ودي اللي توري بقى لاهوت المسيح، إنه مش مجرد زي الكتب والفريسين بيعلمه وإنه يجيبوا كلامه ويشرحوه، لأ، ده هو كارز هنا يعني جاب حاجة جديدة من عنده هو، أما أنا فأقول لكم. وابتدى ان هو يوري رسالة الكرازة الجديدة هو الفداء. فجي يوريهم مش شرح انجيل، لا هو انجيل. فتعملت عليه الاناجيل الاربعة والرسائل وسفر الرؤية. فعشان كده الكلام الجميل هنا ان مسيحنا الراعي الصالح يعلم الشعب ويكرز، ومع التعليم والكرازة يشفي كل مرض وكل ضعف في الشعب. بمعناها انه بيقدم ايات وعجائب تثبت الناس في الايمان، وتوريهم وتفتح عقولهم وعيونهم للإيمان بالمسيح. أحبائي نلاقي هنا حاجات جميلة قوي. المسيح اللي كان بيعلم ما كانش بيعلم مجرد تعليم زي الكتبة الفريسيين، ولو تلاحظوا أنه قالوا كده أنه ليس كالكتبة الفريسيين، أنه يتكلم كمن له إيه؟ سلطان. فالمسيح كان بيعلم بسلطان. وإيه سلطان المسيح في التعليم هنا؟ أنه كان كلامه يعني ينخس القلب ويغير الفكر ويزبي العقل. يعني كلمة ربنا كانت تخش جوه قلب الإنسان، تحرك حياته من جواه كلها، تنخس قلبه وتقول له صعب عليك أن ترفس مناخس. عشان كده تلميذي عمواس هم ماشيين يقول ألم يكن قلبنا ملتهبا إذ كان يكلمنا بالأمور المختصة ملكوت السماوات. يعني كلمة ربنا تلهب القلب، ودي لاحظها جميلة جدا في التجلي. لما تبصوا تلاقوا أن المسيح له المجد مع موسى وإيليا، بطرس يقول كده يعني في معناه أن تغيرت الهيئة بتاعت شخص المسيح. مش المسيح اللي غيرت هيئته، لا، ده بطرس اللي يعني استنارت وابتدى يشوف المسيح على حقيقته في مجده. احنا كتير جدا احنا مش شايفين مجد الله، عينينا بسيطة، لكن يوم ما علينا تستنير فكرنا يتغير، يبقى مجد الله قدام عينينا، هيبقى ظاهر، ظاهر مش بالعين بس، لكن ظاهر بالإيمان جوانا. عشان كده اللي يحل المسيح بالإيمان في قلوبكم، لتعرفوا مدى عمق محبة المسيح في قلوبكم، ما هو الطول والعرض، الصليب كله ومحبة المسيح الفائقة المعرفة. المهم عشان كده نلاقي إيه؟ نلاقي إن الراعي المعلم يهتم جداً إنه يعلم وإنه يقوي ويغير الفكر ويزبي العقل. كل دي مستمدة من شخص المسيح له المجد. عشان كده المسيح إدى الرسل نفس قوة التعليم ديت. فنلاحظ معلمنا بولس الرسول لما كان بيتكلم مع تيموثاوس في البولس هنا يقول إيه؟ أنا أناشدك أمام الله. عايز إيه معلمنا بولس؟ يقول اكرز بالكلمة، يعني ما تسكتش، علم 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 وخلي الناس دي فكرها تتغير، قول لهم اقترب منكم ملكوت السماوات. مش كده وبس،
ويقول له وانت بتعلم انت نفسك كمان عليك مسؤولية، اما انت فاثبت على ما تعلمت، يعني كل اللي انت تعلمته مني اثبت عليه، وبعدين اودعوا اناس امناء اكفاء ان هم يقوموا ويحملوا المسؤولية. ويشجعه هنا يقول له يا تمساوس، ده انت منذ الطفولية تعرف ايه؟ تعرف الكتب المقدسة. شوفوا هنا منظر جميل قوي لواحد منذ الطفولية يعرف الكتب المقدسة، وبعد كده كبر اتعمد، وبعد ما اتعمد اتلقن الايمان من معلمنا بولس الرسول، مش كده؟ ثبت في الايمان، وبعد ما ثبت في الايمان قال له بقى اكرز بالكلمه دي. ده دورنا احنا كلنا احبائي، دور كل اسره فينا ان احنا تمسك ابنها الصغير تلقنه الايمان، وبعد كده تكبره وتنميه في معرفه ربنا وفي الكتاب المقدس، وبعد كده هو يثبت في التعليم ده، وبعد كده هو يقوم بالكرازه باللي هو اتعلمه. عشان كده في الابراكسيس يقول الكتاب هنا بقى عايز يورينا ان التعليم ده ما جاش ببلاش، ده بتعب. ان كان المسيح لو المجد لف 365 قريه اللي هي كل قرى الجليل واليهوديه، فهنا معلمنا بولس بيوري بقى ان التعليم ده مش بيجي ببلاش، ده بيجي بتعب. كثيرون تعبوا وانتم دخلتم على ما لم تتعبوا فيه. فهنا يقول كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم وعلمتكم به جهرا في كل بيت. يعني معلمنا بولس الرسول يقول دخلت كل بيت، تعبت، قدمت التعليم، نورت فكر الناس، ما سبتش رسالة المسيح إلا في كل حتة كنت عمال أنادي وأكرز بيها. عشان كده بيقول عبارة في منتهى الجمال إن التعب بس مش مجرد إن أتعب تعليم، ده أنا مستعد أقدم حياتي كلها من أجل إن أنتوا كلكم تخلصوا. فيقول لست أحتسب لشيء ولا نفسي سمينة عندي حتى أتمم بفرح وسعي الخدمة التي أخذتها من الرب يسوع. يعني هنا ياخد كل ما هو أخذه من الرب يسوع هيوديه لكل الناس ان شاء الله حتى بالدم، وفعلا هو قدم حياته تمن للكلام دوت. وهنا بقى معلمنا بولس الرسول مش مجرد بقى كمعلم، يعني راجل صاحب رساله ولا راجل صاحب تعليم وصاحب سلطان، لا ده بيقول عباره مؤثره جدا، بيوري المعلم قد ايه عند اقدام التلاميذ. يقول لهم لم افطر عن ان انذر بدموع كل احد، انا ما جيتش بسلطان، ده انا جيت بالدموع، جيت بالحب. لم أفطر عن أن أنذر بدموع كل أحد. هنا الصورة دي أحبائي بتورينا قد إيه الإنسان المعلم بيبقى قوي جدا في تعليمه، سواء بالكلام أو باللسان أو بالعمل أو بالحياة. كل كلمة تطلع منه تعليم، كل نفس يطلع منه تعليم، خفقة القلب نفسها عنده تعليم، وجوده في وسط الناس تعليم، وجوده في نص وسط الناس كده تعليم، حياته الطبيعية نفسها تعليم. يعني مثلا نلاقي من أجمل ما سمعت عن قداسة البابا شنودة أنه لما كان مريض في مستشفى كليفلاند في أمريكا وهو نايم على السرير كان جنبيه الأنبا موسى أسقف الشباب، فيقول كده أنه دراعه ما قدرش يحركه، وكان الدكتور لازم يخلي الدراع على وضع واحد أو على يعني وضعية واحدة بس. فجه هو غير وضع دراعه وحوله، ففي واقف دكتور واقف مخصوص راح مغير وضع الدراع تاني ورجعه، قال له سامحني يا سيدنا ما ينفعش. فقداسة البابا بيقول الأنبا موسى عبارة مؤثرة قوي، قال له يعني وصلنا أن الواحد ممكن دراعه ما يقدرش يتحكم فيه، يعني ينقل جسده من مكان لمكان ما يقدرش يتحكم فيه. فبيقول كم واحد فينا بيشكر ربنا أنه بيقدر يتقلب بالليل على السرير، كم واحد بيشكر ربنا أنه بيتقلب بس بالليل على السرير، ده كم واحد من المرضى بيشكر ربنا أنه ممكن فعلا يقدر يقوم مثلا ويسند نفسه كده أو ياخد الدواء. ده عايز يوصلنا يقول ان حتى الانسان لو جسد بلا حراك لسه مازال فيه نفس يشكر ربنا عليه. فهنا دي لوحدها وجودها لوحدها تعليم، وجودها لوحدها تعليم. فهنا الراعي الصالح راعي معلم، دي من احلى اولويات الراعي. تاني حاجة انه مشجع يعطي الطوبة. شوف المسيح لو المجد لما كان بيتكلم مع الجموع في موعظة على الجبل، يبص ده الحزين يقول له طوبة للحزانة، يبص للمضطهد يقول طوبى لكم إذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين، افرحوا افرحوا وتهللوا أجركم عظيم. عمال يدي تطويبات، يدي تطويبات وتشجيعات. نلاقي الإنجيل بتاع باكر النهاردة كله تشجيع، المسيح عمال يشجع المسكين طوبى للمساكين، الحزين طوبى للحزانة، الوجع القلب طوبى طوبى طوبى، عمال يطوب في الناس كلها المهمومة والمضطربة والمتألمة، كل دول عمال يديهم التطويب. إلهنا مشجع، عشان كده دايما يشجع يقول لي لسه في اكليل برج، لسه في اكليل برج. ونلاقي في سفر الرؤيا من يغلب دي كتير قوي، من يغلب هياخد، من يغلب هياخد، من يغلب هياخد.
اللي هياكل من المن المخفي، اللي هياخد حصى بيضاء، اللي هياخد اكليل البرج. ففي تشجيع. عشان كده احبائي المسيح ادى التشجيع للنفس الانسانيه، وادى الرسل ان هم يتشجعوا، وادى احنا كمان ان احنا نشجع. احنا كمان عندنا مسؤوليه ان احنا نشجع اللي حوالينا. عارفين كلمه حلوه تطلع منك لانسان ممكن تقوم ميت، كلمه حلوه تقوم موت. يعني المسيح اللي قال للعازر العازر هلم خارجا دي بقوه لاهوته، ادانا دي القوه مش في العمل الجسدي، في العمل النفسي. يعني لما نقول لواحد كلمه تشجيع حلوه نبني النفس ونقومها من الموت ومن الياس ومن الاحباط. احنا كتير بتخرج مننا كلمات وحشه او كلمات محبطه او كلمات تفشل الانسان اللي قدامنا. عشان كده احبائي تعالوا نغير منهجنا، خلوا كلامنا كلام حلو. وانت بتقول الكلمه دي قد تكون انت مش هتكلفك حاجه، لكن الكلمه دي هتاثر في اللي قدامك وممكن تغير حياته كلها بكلمه واحده. بصوا على زكا. زكا ده كان مرذول من الناس كلها وطالع فوق الشجره، وكتير اكيد اتريق عليه عشان قصير، لكن نظره المسيح ليه كانت مختلفه مش زي الناس. نظره المسيح بصيت له كده قال له يا زكا اسرع، انا هكون في بيتك النهارده. شوفوا التغيير اللي حصل في زكا، شوفوا التغيير اللي حصل في زكا. كلمه مشجعه، ناداه باسمه قال له يا زكا، يعني عارفه. فما استاهلش زكا، قال له انا يا رب. فهنا الجمال كله قد ايه التشجيع بيدي للنفس قوة كبيرة جدا تقدر تتغلب على كل الإمكانيات والفشل واليأس المحيط بها. أنا لما أشوف امرأة زانية أمسكت في ذات الفعل ومحطوطة تحت الرجم هتترجم، والمسيح يحوط عليها ويبعد عنها اللي هيرجموها ويقول لها بصوت حنين أدانك أحد يا امرأة؟ تقول له لا يا سيد، لا وأنا لا أدينك. شجعها، نشالها من الموت، نشالها من الموت. إحنا كلنا مكلفين إن إحنا ننشل الضعفاء والخطاة والتعبانين من الموت بكلمة حلوة وعمل رحمة. أريد رحمة لا ذبيحة. إحنا محتاجين ندي الرحمة ونصنع الخير ونحب الحياة ونعلي الحق وندي الإنسانية لكل إنسان، وساعتها نكون أولاد الله فعلا. آخر حاجة يعطي إكليل البرج. الراعي الصالح هنا يعلم، الراعي الصالح يشجع ويدي الطوب التطويب، الراعي الصالح يعطي إكليل البرج. هنا نلاقي معلمنا بولس الرسول يقول ايه؟ جهدت الجهاد الحسن، اكملت السعي، حفظت الايمان، واخيرا وضع لي اكليل البرج الذي يهبه لي في ذلك اليوم الرب الديان العادل. عايز تقول ايه يا معلمنا بولس؟ ده هنا عايز يقول لتيمساوس عباره جميله قوي، بيقول له دلوقتي يا تيمساوس انا راح استشهد. انا بسبب التعليم والكرازه وخدمه المسيح انا راح اقدم نفسي ذبيحه وهتقطع راسي. انا بشجعك، بشجعك في وسط الألم ديت إنك لو اضطهدت، يعني لو أحاطوا بيك الوثنيين ولو أخدوك عشان يموتوك ما تخافش، في إكليل البرج، في إكليل البرج منتظرك. علم، احفظ الوديعة، أصبر، أصبر على كل اللي اتعلمته، سلموا الناس أمناء. فهنا معلمنا بولس الرسول بيوري إن في إكليل البرج، بيوري إن في بعد الجهاد والتعب والألم والذبيحة والدم في إكليل البرج منتظره. عشان كده كان تشجيع لمعلمنا تيمساوس ان يقول له اثبت على الايمان واثبت على الوديعه. احبائي احنا لما نشوف حاجه زي كده الواحد تهون قدامه الدنيا دي كلها. ايه يستفيد الانسان لو ربح العالم كله خسر نفسه؟ ايه يستفيد الانسان لو اشبع نفسه من شهوه او من مركز اجتماعي او من مجد باطل او من كرامه؟ ايه كل دوت بيتبخر، بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. لكن إلها ايه اللي هيقعد؟ هي لمسه الحب اللي بيننا وبين الله. إنسان اللي قلبه مرفوع ناحية الله وعينيه متمتعة ناحية المجد الإلهي ودموعه نزل بالفرح بالخلاص اللي بياخده من الله، هو دوت اللي ممكن هياخده معاه فوق في الأبدية. هو ده إكليل البرج، إن الإنسان فعلا عينيه تستنير فيعرف إن كل ما في العالم باطل وقبض الريح، وإن مفيش حاجة في ده كله يشبع الإنسان. مفيش حاجة تشبعني ولا ترويني ولا تملاني غير محبة المسيح. عشان كده الله وكفى، لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.